يلزم تجنيه كل الجزائريين باش نوزنوا قوتنا. الواجب قبل كل شيء. ساعات قليلة قبل انطلاق البرنامج الرسمي من كان ساد الاعتقاد بأن فيلما جزائريا سيدخل المسابقة الرسمية، لكن حسابات القائمين على المهرجان وتزاحم كوكب لامعة من صناع الفن السابع أسقط الفيلم من المسابقة الرسمية، لكنه حاضر في القرية السينمائية العالمية. ناضلوا القضية الوطنية، انتم اللي راحين تحكموا علينا. الهدف من نشهد النداء وتوضيح الأسباب العميقة اللي دفعتنا باش نقدموا لكم برنامجنا اللي باغيين به نحقوا الاستقلال الوطني، وهذا في إطار الشمال الإفريقي. زعما هو معروف يعني في الجزائر وبلاوي الهواري، يعني غنى أغنية يعني قاتفة في التاريخ، شاب خالد أيضا، ولكن في التاريخ الجزائري من أبطال أوائل الثورة، كانوا لما عوديم كان عمره 30 سنة، وإحنا حبنا يعني نذكروا بلي الجيل اللي قام بالثورة كان يعني جيل شباب عادي، ما تخرجش من كليات من أحزاب سياسية ولا من مدارس، تخرج من الشارع، يعني من قلب المأساة الجزائرية. أداء دور زبانة على الشاشة لم يكن بالأمر الهين على الممثل الشاب عماد بن شني. بغينا نبينوا في الفيلم هذا انه نديروا لا ديفيرونس، الفرق بين لا جونيس تاع بكري ولا جونيس تاع دروك. كي كان الشباب تاع الزاني 50 ولا الشباب تاع الزاني 2000 ماشي كيف باش هذا المقصلة كان هو صعب، كان صعيب كاع. بون هو المقصلة في الفيلم سا دور 10 مينوت ماكسيموم ولا 8 مينوت، مي دون التورناج سي 4 جور، سي 4 جور دو تورناج نوي، سي تري تري فاتيغون. علينا بزاف نون دو بوبل فرونسي. Et en application d'une décision de justice à l'encontre des accusés Ahmed Zabana et Abdelkader Farhadj par guillotine. هذه أجواء مهرجان كان السينمائي الذي اختار نجمة هوليوود مارلين مونرو لتكون نجمة أيقونة هذه الدورة من خلال حضور صورتها على أفيش المهرجان من أمام قصر المهرجانات بكان. أمال قرايا، قناة زيرو تي في.